أبرز ما تشتهر به محافظة النجف الأحجار الكريمة، وخاصة الأعمال الحرفية التي ترافقها بحرفية ودقة عالية، والتي ترتبط تاريخيا بالأرض والمكان المقدس، وسط رواج كبير لهذه التجارة الحيوية من قبل منتقيها في أسواق المدينة القديمة. تحسين الشيخ والتفاصيل. تشتهر محافظة النجف بأعمال حرفية وأسماء لا زالت رائجة، تجارتها لحد الآن ارتبطت باسمها وبتاريخها، واحدة منها الأحجار الكريمة. فعندما يمر الزائر بأسواقها أول ما يلفت انتباهه تلك الأحجار الملونة والمسقولة بطريقة حرفية، وخاصة الحجر الذي اشتهرت به المحافظة وسميت باسمها، ألا وهو در النجف الذي يستخرج من صحرائها، وبحسب العاملين به له فوائد عديدة إضافة إلى شكله الملفت للنظر. هذا الدور تشتريه الزوار تتبرك به. هذا الدور من أرض النجف، أرض أمير المؤمنين. در الحقيقي عمي داير مداير النجف. إذا خرج 10 مترات عن المنطقة، عن وادي السلام وعن أمير المؤمنين، يعني مو صحيح. هذا الدور يطلع فرد حجر، هذا وياه الحجر هيطلع على هيك الشكل. فناخذه نطيل الشراخ يشرخ يسوي بصوص ياخذه مبارك. أبدع النجفيون في صناعة هذا الحجر ليخرجوا منه أحجارا كريمة متعددة الألوان كالأبيض والأحمر وحتى الأسود، فكلما صقل هذا الحجر أصبح أكثر نضارة. والله يا شاب عن طريق أجواء طبيعية بالصحراء، فمن تمطر الدنيا يروحون البدو يقوم يبين ينزال عنا التراب ما يغسله، فيجيبونا إياه يمر بخمس مراحل. أول شيء القطع، كترة تجي صافية ونص من عدا خابط، فنطلع الصافي نعزله عن الخابط، عن الزين اللي نريده نوخر نعزله. بعدين يجينا التفصال مرحلة ثانية، تهيكل الدرة على شكل المحبس إذا شايف المحابس لابس. بعدين تمر بمرحلة ثانية اللي هي هاي تنعيم. وتمر صناعة ذلك الحجر الكريم بعدة مراحل، يرسل بعدها إلى الصاغة لتبدع أناملهم بصياغته وصناعة الحلي والخواتم، من هو نقش الآيات الكريمة عليه. الصائغ يأخذ قطعة الدر اللي كمله استقلوها وكملوها المراحل الأخيرة، فراح يجي الصائغ يأخذ قياسات الحجر، يأخذها وراح يبنى عليها الفضة، وعلى هذا الديزاين على طلب الزبون يجي يشوف قطع صياغات، يعني مثلا على هذا الموديل. الصايغ عدة الموديلات، يقول له مثلا هذا انت رايده او هذا الموديل رايده، فشي يسوي يصوغ له على ضوء ضوء الدره، لأن الدر يطلع به أحجام صغيرة وأحجام كبيرة. ورغم شهرته فلا تقتصر تجارة الأحجار الكريمة على هذا النوع من الأحجار، فهنالك أحجار أخرى يتم استيرادها من الخارج ويتم عمل الخواتم والحلي منها. وحسب الروايات فإن در النجف يتكون بطريقة غريبة في صحرائها عند نزول الأمطار وحدوث البرد، ويستخرج في شروق الشمس وعند زوالها. تحسين الشيخ، قناة الرابعة، النجف الأشرف.